اتفضلي يا مدام دانيا، اتفضلي استريحي. معلش بعتذر، كان عندي عميل عنده مشكلة وكان لازم أحلها يا فندم. أستاذ فهيم، مدام ندى طلبت تعمل تحقيق رسمي بسبب الكلام اللي قلته عنها. كلام؟ كلام إيه؟ مدام ندى بتقول إنك شنعت عليها بين الزملاء واتهمتها بإنها على علاقة بالأستاذ أيمن موظف خدمة العملاء. أنا؟ أبداً ما حصلش. عندك ما يثبت الكلام ده يا أستاذة ندى؟ أيوة يا فندم عندي ما يثبت، وممكن أجيب لحضرتك شهود يشهدوا على كلامي. الأستاذ فهيم المحترم استغل المشكلة اللي أنا كنت واقعة فيها الفترة اللي فاتت، ونشر ما بين زمايلي إني بقبل هدايا من الأستاذ أيمن، وإن في علاقة ما بيني وما بينه تتعدى مرحلة الزمالة. كذب يا فندم، كذب ما حصلش. استغفر الله العظيم. يبقى أنا يا فندم اللي سمعتي في البنك كله إن العيبة ما تطلعش من بقي، أقول الكلام ده ينفع كده؟ أيوة قلت يا أستاذ فهيم. أنا عارفة إن حضرتك بتكرهني عشان أنا ست ناجحة، وتقريبا عقلك الباطن مصور لك إنك مش ممكن تقابل ست ناجحة. فلو حضرتك عندك عقد نفسية تجاه الجنس الآخر فيا ريت تبعدها عني أنا بالذات. أنا ما بقبلش الكلام ده يا فندم. لا هتقبله يا فندم، لأن دي أعراض ناس وإحنا صعايدة. تليفون واحد صغير لجوزي هيجي يمحيك من وش الأرض. شايف يا فندم؟ الأستاذة بتهددني. ما هي المدام عندها حق برضه. أنت فاهم يعني إيه تتكلم على زميلة بالشكل ده؟ إيه ده يا فندم؟ شكلك كده مصدق كلامها؟ شكلكوا بقى مطبخينها مع بعض. انا ما بسمحش ان انت تتكلم معايا باللهجه دي. انا كنت ناوي الم الموضوع، لكن بسبب اسلوبك غير اللائق ده انا هرفع الموضوع لمجلس الاداره وهثبت الكلام ده في تحقيق رسمي. اتفضل. اثبته. هنشوف يا فندم. ماشي، لما نشوف يا استاذه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاثنين. انا بعتذر يا فندم اذا كنت انفعلت بالشكل ده. لا ما حصلش حاجه. تأكد يا مدام ندى إن إحنا لا يمكن نقبل الموضوع ده في البنك. أنا هبلغك بنتيجة التحقيق. شكرا يا فندم. بعد إذن حضرتك. اتفضل. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.